مشاهدينا مرحبا فيكم مجددا. وللبيئة مكان كتير مهم ببرنامجنا نظرا لأهمية الموضوع. وهلأ اليوم راح تخبرنا دكتور ديزيري أزدي عن الكومبوستينج اللي هو مسؤول عن تحويل نفايات المطبخ لسماد عضوي. أهلا وسهلا فيك دكتور ديزيري أزدي ببرنامجنا، ونحن بنوعد المشاهدين راح نكون أسبوعيا معك لحتى نسلط الضوء على موضوع البيئة اللي هو موضوع كتير مهم. هاي ديزيري، اهلا وسهلا فيك عن جديد. مثل ما ذكرت عفاف رح بتكوني معنا مرتين بالاسبوع لحتى نحكي اكثر عن موضوع البيئه، كيف ممكن نفهم اكثر البيئه ونساعد البيئه. شو موضوعك اليوم تحديدا وشو اهميه الكومبوستينج؟ الموضوع اليوم هو الكومبوستينج او التسبيخ بالعربي. الكومبوستينج هو شيء كتير مهم. هلا حاليا اكيد انتم بتعرفوا انه نحن عم نضل عم نحكي عن الزباله على طول بلبنان، عندنا مشكله كتير كبيره. انا حبيت اليوم احكي عن موضوع نحن فينا ناثر فيه على صعيد شخصي، لانه مش على طول يعني الدوله او المسؤولين هن يلي عندهم قصص فيهم يحلوا لنا مشاكل. يعني مبادره فرديه فينا نعملها او نحن بقلب بيتنا او البلديه بتهتم بهذا الشيء او اكيد بنايه كومباوند حيالله، يعني نحن بنقدر ناخذ هذه المبادره. الكومبوستينج او التسبيخ هو انه نحول كل شيء مواد عضوية على شيء مفيد، آخر شيء بيطلع عنا تراب عضوي بنقدر نستفيد منه على نباتاتنا. فينا نفسر أكثر للمشاهدين؟ أكيد بنقدر نفسر. جربت أنا أجيب معي أكثر للتفسير. الكومبوستينج هو آخر شيء رح يطلع معنا، هو هيدا النتيجة، هيدا التراب. نحن رح نحول زبالتنا اللي رح تطلع من المطبخ تبعنا، يعني مثلا حيلا سلاد، إذا نحن مثلا عم نحضر تبولة، بتعرف نحن بس نحضر التبولة بنكون كبينا نص البقدونس قبل ما نعمل التبولة ونص البندورة، دونك كل شيء بيطلع معنا بنكون نحن فضلات مزبوط نحن رح نكبها، فينا نتركها على جنب. دونك هيدا يولي اسمه مواد عضوية. المواد العضوية هو كل شيء بمرحلة معينة من حياته كان عايش. هلا هول المواد شوي ثانك يو، هول المواد العضوية اكيد كل شيء عايش بيكون او نباتات، خس، خضرة، فواكه مثل ما هون شايفين، أو كمان بيقدر يكون عنا ورق يلي هو جاي من الجازون مثلا أو من الجنينة إذا حدا عنده جنينة، ورق، إنشارة، حيلا شيء بيكون ناشف كمان بنقدر نحطه. أوكي. يعني أي شيء مش ضروري أكل، يعني أي شيء فضلات، كل شيء فضلات بيكون، يمكن إحنا عنا بلانت عم يقع منا ورق عم ينشف وعم بيهره كمان فينا نحطه. وين بنحطهم؟ وين بنجمعهم؟ بنجمعهم بقلب. هلا عندي كم صورة حضرتهم إياها للمشاهدين حتى نشوف، بلشنا نشوف انه فوالا اكزاكتلي. هلا العالم اللي عندهم قدام بيتهم مساحه بيقدروا يحطوا هذا الشيء، اللي بيجي خشب عادي يعني انجا بكلفهم بركي $50 بيكون كله محطوط، او حتى بشبك بيكون محطوط. يلي بيحبوا يكونوا يعني عندهم مسافات يعني صغيره مثل حدا عايش بقلب بنايه او بقلب المدينه، فيه يكون بهذا السيستم، يعني قصص بتصير اصغر بنقدر نحطها على البلكون تبعنا كلنا. دونك بيقدروا يساعدونا مثل هيدا وغيره، برميل حتى بيقدر يكون يعني شيء بنكون عم نعمله ريسايكل، بدل ما نكبه بس نرجع نستعمله. ريحه يمكن تسألني. لا بس يمكن انا بدي اسال عن الريحه بعد شوي بسال عن الريحه، بس لانه بدنا نعرف المواد اللي فينا نحطها بقلبها. يعني نحن البلاستيك ما شفنا صحيح. بلاستيك ما شفنا نايلون مثلا، لا اكيد مواد عضويه. ايه يعني هون لنتاكد انه ممنوع نستعمل انه شو هي اكيد المواد. ما لازم يكون في بلاستيك اكيد بقلبها، ما لازم يكون في ازاز، هول كلهم بيصير عنا اعاده تدوير او غير شيء عوادم بيكونوا او بنعيد التدوير تبعهم، نحكي عنا بالحلقه الجايه انه شو فينا نعمل فيهم. هلا اليوم عم نحكي بس بنحط بقلبهم الأساس العضوية. أوكي. يعني اللي كان عايش بمرحلة من حياته. أكيد الورق في كتير عالم بيسألوا أنه فيني أنا مثلا إذا أنا ابني عم يدرس وطلع معه وراق أو جريدة مثلا أنا قريت الجريدة فيني كبها، أكيد فيكم تكبوها بقلب الكومبوست، بس نحن منحمس أنه بلبنان ما نكبهم بقلب الكومبوست، لأنه عنا سيستم كتير قوي ماشي، يعني عنا كتير عالم بيشتغلوا على إعادة التدوير تبع الورق، يعني حرام نحطها بقلب الكومبوست، نبعتهم نعملهم ريسايكلينج. طيب الريحة شو؟ الريحة بعكس ما بيتخيلوا العالم، هن عادة كتير بينفروا انه ولو بدي اترك زبالتي انه انا محطوطة بقلب البيت، هو اكشلي ما رح تطلع ولا اي ريحة لسبب واحد، انه انتو رح تحطوا first layer يلي هن الورق او حيلا شيء ناشف يعني مثل نشارة ورق اللي هي، بيرجع فوقها منحط الخضرة اللي انتو عندكم اياها ومنكب فوقهم شوية تراب.
يعني التسريحه يعني رح يمص كل شيء سوائل وما رح يخلي البرغش يجوا على الكومبوست تبعكم ويعني يصير شكله لانه اذا حطينا كيس زباله قدام الباب ليجي النطول ياخذه بتطلع ريحه مخيفه اكيد لانك منك حاطه الكومبوستينج يعني اهم شيء السوائل يلي كمان بتنتج عنه مزبوط يعني اهم شيء انه العالم ما يفكروا انه اوكي انا رح اعمل كومبوستينج رح حطه لهيدا البرميل ويلا كب كل شيء في خضره وكل شيء لا هذا الشيء اول شيء مضر بيطلع ريحه وكثير مضر لصحه الانسان يعني اذا عندكم اولاد لازم ما تعملوا هذا الشيء أوكي. مهم كتير انه نكون عم نحط القصص الناشفه يعني ورق ناشف برك الورق اللي بيدرسوا فيهم الاولاد او حال لحدا دونك شيء ناشف فوق الخضره وكل شيء بدكم تكبوه بس اكيد مش لحمه ومش حليب ولبن لانه بيجيبوا أوكي. بكتيريا وبيجيبوا كمان عندهم طريقه مختلفه أكيد. وبيرجع فوقهم بنحط التراب هلا المنفعه تبع التراب شو هي انه يجيب لكم البكتيريا ويجيب لكم كمان الدود يعني اللي رح يساعد لحتى انتم تحولوا الزباله تبعكم على هيدا السبيل العضوي يعني عندنا السايكل مزبوط السايكل أوكي. تبع الحياه تبع الطبيعه المزبوطه اللي بيصير بحيال اي محل اوكي قد ايه وقت هيدا كله بياخذ هيدا كله اذا كل شيء كتير منيح بياخذ تقريبا شهر بيكون كله خالص هلا بعد الشهر بدكم تنطروا جمعه جمعتين حتى التمبرتشر تبعه للبرودكت تصير منيحه ونقدر نستعمله على النبات لانه يمكن نحن بعد ما قلنا بس لشو بينفع الشيء رح يطلع بعدين نستفيد منه بالزراعه يعني بنحطه نحن على حيلا اي نبته عنا اياها والنبته ساعتها بتقدر ترجع تاخذ هيدي المواد العضويه وتستفيد منها تتغذى هي بنكون كانه عم نرجع نعيد عم نرجع يعني عم نرجع ناخذ يعني الطبيعه نرجع. بطريقه غير مباشره هل في شركات متخصصه لهال نوع من أكيد. تحويل النفايات ل اكيد اكيد في في بلبنان اكيد بالعالم اكيد في كثير بلبنان عندنا شركة مخصصه عندنا عالم تشتغل بمنظمات وعندنا عالم تعملها على صعيد شخصي اذا حيلا حدا من المشاهدين حابب انه يمشي هذا السيستم ببيته بليز انه بيقدروا يحكوني انا بساعدهم لانه ما بدي سمي تما انسى حدا دونك بليز حيلا حدا بحيلا منطقه حابب يمشي هذا السيستم اذا كان ببنايه او على البلكون عندكم او بالجردان بليز يتصلوا فينا ونحن مندلهم على الاشخاص في اشخاص بلشوا يعملوها اكيد في كتير عالم يعني بعكس ما نحن على طول بنطلع على الكوتير نيجاتيف تبع الاسوء دائما لا في كتير عالم عن جد على صعيد شخصي في حتى تلاميذ انه انا مثلا بالجامعه عندي في تلاميذ على صعيد شخصي حتى امبارح يعني هيك بارازار اجوا لعندي تلاميذ قالوا لي انه نحن حابين نجرب هذا الشيء وسمعنا عنه هيك يعني عن جد في عنا توعيه منه انه شعب هل قد بعيد عن الموضوع لا يعني. لا في عنا توعيه بس بدنا مين يتفشون مين يحمسهم حتى نحن لاول وهله اول ما سمعنا بالكومبوستينج فكرنا انه هو مش بلبنان يعني هو ممكن يكون بأمريكا بأوروبا بس بلبنان مش موجود طيب اليوم إذا خلصت هيدا يعني أو كيف فينا نعرف قبل أنه خلص هيدا الموضوع صار جاهز صار ناضج هو هلا الصوره يلي قطعت ما بعرف اذا انتبهتوا بالخشب كان في فوق الزباله اللي بعدها فريش يعني بعدها خس وهيك وتحت ببين انه صار شكله ارض تراب صارت تراب أوحول. بس يتحول يصير شكله تراب خلص اتس ريدي بتشيليه وبتستعمليه من تحت بتستعمله حتى نزرع فيه يعني او بنستعمله مع التراب يلي بدنا نزرع فيه لا بتحطيه فوق التراب تبع يعني قلب مثل الصوره اللي عم شوفها هلا مثل هالصوره يعني هالصوره فوق عندك الزباله اللي بعدها فريش عالم عم بيحطوا خس وعم بيحطوا ورق شجر من تحت, تحت عندك اللي تحول اللي صار تراب دونك العالم بيروحوا بالرفش بيشيلوا هذا الرفش اللي شايفينه على جنب بتشيله من تحت البرودكت وبتصير تزيده فوقه بصير ريسايكلينج يعني انت عم تحطي من فوق وعم تاخذي من تحت البرودكت يعني احنا هلا منا بحاجه وقت نزرع انه نزيد مواد لحتى بلا هون اورجانيك ولا لا وقت اللي بتزيدي هيدا خلص ما بقى بحاجه لتزيدي غير شيء الا اذا البلانت تبعك هي بحاجه لشيء فيرتلايزر يا نيوتريانت سبيسيفيك بتحطيه للشجره ساعتها او للنبته تبعك بصير خصيصي لها يعني بس ان جنرال اذا بتزيدي لها المواد العضويه ما بقى بحاجه يعني لشي. هون عم نشوف ديزيري قديش عن جد كل حدا منا بيقدر يساهم ببيته قبل ما نبلش ننق بموضوع النفايات وما قادرين نعمل شيء ونكبها على البلديه والبلديه تكبها على مدري مين ومدري مين ومدري مين كل واحد ببيته وهيدي الثقافة اللي نحن عن جد بنفتقد لها حتى الأولاد بالمدارس نبلش نعلمهم على هذا الموضوع هذا موضوع كثير الولد اللي عم بيشوف امه عم بتقول له هاي بليز ما تكبها هون كبها بالكومبوست اوتوماتيكلي راح يصير براسه انه يتعود على الفكره انه نحن لازم نعمل اعاده تدوير نحن لازم نساعد البيئه انه هول القصص هي مسؤوليتنا يعني. مش مسؤوليتنا انا كمان بتفاجئ اوقات انه اولاد واطفال هن بيوجهوا الملاحظه لاهاليهم ماما ليكي شو عملتي كبيتي ليش كبيتي هون هذا الشكر أي حدا للمدارس اللي عم يعملوا بتصور انه عم بيقوموا بالواجع هل انتم عم تراقبوا اذا عم بيصير فعلا توعيه بالمدارس بالمدارس هلا انا كيف بعرف لانه بيوصلوا لعندي على الجامعه التلاميذ
لسوء الحظ يعني لحديت هلا في نتفه التوعيه، بس انه بعدنا بالاسس الاساسيه في البيزكس، يعني بعدهم التلاميذ بيطلعوا من الصف ما حدا منهم اصلا بفكر انه هتا اطفي الضوء او هتا مثلا الورقه حتى بالريسايكل، يعني ما عندهم هيدا. بعتقد بيعلموهم اياهم، بس هن نحن بعدنا كشعب مفتقرين لهذا الاحترام من البيئه، وهذا الشيء اللي رح نضل هلا نحكي عنه بكل السيجمنت، يعني على امل انه نوصل مسج صغير بركه فيها ال بي سي. هلا السيدات يلي بيكون عندهم انتاج لهالمواد العضويه، وين بيقدروا يصرفوا لهالمواد؟ هل في حدا بيشتريها منهم تيستفيد منهم؟ اكيد هن ذاتهم الشرك، يعني اللي حكيتكم عنهم اللي هن بيعملوا هيدا الشيء، يعني بيبيعوكم البرميل او بيبيعوكم السيستم كله ماشي، كمان بيقدروا يرجعوا ياخذوا منكم، بس اهم شيء انه يكون انتم احترمتوا كل الرولز يلي معطيين، يعني الحراره ما في بلاستيك، ما في لحمه، ما في، اذا انتم محترمين هذا السيستم اللي هو كثير هين حتى يمشي، انه منه شيء كثير صعب، بس ما تحطوا لحمه وما تحطوا بلاستيك وما تحطوا حليب، اذا انتم مشيتوا عليه كثير منيح بيطلع عندكم كومبوست جريد اي يلي هو بيشتروه منكم للزراعه بحيلا اي مشاتل، وبيكون هو عن جد انه برودكت بيندفع حقه، مش بحاجه لاي فيتامينات او ولا اي شيء، بيكون غني كثير بالمواد العضويه، هذا الشيء اللي بيفتقروا له كثير الاراضي عندنا، لانه نحن بنزرع بطريقه كمان كثير عشوائيه، فبيفتقروا اراضينا كمان. دكتور ديزيري ازي، اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا. من خلال هالفقره هيك بنتعلم نحن والمشاهدين كيف نحافظ، يعني بمجرد ما انه حافظنا على بيئتنا الصغيره كيف نحن بنكون عم نحافظ على بيئتنا الكبيره. اهلا وسهلا فيك مجددا. اهلا فيك.